السلام عليكم، أنا محمد غنايم. كم تتوقع عمر هذا الرجل؟ أعطيك خيارات: 20، 25، 27، 30. عمر هذا الرجل الحقيقة هو 42 سنة، تخيل. أحيانا نحتاج أن نفكر خارج الصندوق. طيب، كم تتوقع عمر هذا الرجل؟ خيارات أيضا: 20، 25، 30، 40. نعم، عمره 40 سنة. فكر من الصندوق أحيانا. بعيدا عن المزح، أنت لم تخطئ في التقدير، هم ليسوا ضمن التقدير أساسا، فأشكالهم لا تظهر أعمارهم الحقيقية، لذلك كان لابد أن نسأل ما السر وراء ذلك. دعونا نحل هذا اللغز. إذا تتذكر في حلقة سابقة تحدثنا عن موضوع لماذا يبدو البعض أكبر أو أصغر من عمرهم الحقيقي، وذكرنا الكوريين على سبيل المثال. إذا أحببت شاهد الحلقة وضعتها لك في الوصف، ولكن اليوم سنتكلم فقط عن سبب نقاء بشرة الكوريين بناء على طلب من أحدنا هنا. لطالما كان نقاء البشرة من علامات الجمال ومجرد تطبيق، وسنذكر هنا ستصبح بشرتك حالهم بإذن الله تعالى. ربما يقول أحد الشباب الآن: هذه الحلقة مخصصة للفتيات، لماذا سنعتني نحن ببشرتنا؟ في الحقيقة هذا رأي أغلب الشباب في العالم إلا في كوريا وشرق آسيا. الرجال يعتنون ببشرتهم تماما كما النساء، لدرجة وصلت بهم إلى استخدام مساحيق التجميل، وهذا أمر متعارف بينهم هناك. أن تجد شاب يضع المكياج على وجهه قبل الذهاب إلى العمل، هذا أمر عادي لديهم. ولو تمعنت في هذه النقطة، تجد أن ذكور كوريا الجنوبية تحقق المركز الأول على مستوى العالم في استهلاكها لمنتجات التجميل، لك أن تتخيل. وفقا للدراسات التي طلعت عليها، اتضح أن غالبية الذكور تستخدمون كريمات الوقاية من الشمس وكريمات مضادة للشيخوخة وأقنعة الوجه، لن أذكر الباقي. وخلال بحثي وجدت إحصائية تقول أن 68% من الذكور التي تتراوح أعمارهم بين 25 إلى 35 استخدموا استعطرة التجميل أكثر من مرة يوميا، تخيل. لذلك أيها الجميل، سأعرفك الآن على أسرار العناية بالبشرة على الطريقة الكورية، وستستفيد منها سواء كنت ذكرا أم أنثى. يتعلم الكوريين سواء رجالا أو نساء العناية ببشرتهم منذ الصغر، نفس عنها تقريبا. فهي ثقافة شعبية، يقومون ببعض التمارين للوجه، مثلا تدليك الوجه بهدف زيادة وصول الدورة الدموية للوجه، سواء تدليك عادي باليد أو بشيء يسمى الفيس رولر. هذه الطريقة موجودة بالفعل وليست مخصصة للكوريين، ولكن الفرق أن الكوريين يقومون بها يوميا كل صباح. جميل، صحيح. أنت ربما تقوم بها بشكل مبسط يوميا عندما تتوضأ وتغسل وجهك، أو تقوم ببعض التدليك لوجهك، يعني ما المانع بعد الوضوء؟ لأنه هذا الفعل علميا يحفز الغدد الليمفاوية في الجسم ويزيد من وصول الدورة الدموية للوجه، وبالتالي التخلص من أي شوائب مضرة سواء فوق العينين أو حول الفم لمنع التجاعيد. الأمر الثاني الذي لفت انتباهي في أسرار البشرة الكورية هو استعمالهم لمنتجات البشرة المضادة للشيخوخة. منتجات مضادة للشيخوخة، نعم، هذه منتجات تحتوي على خصائص تمنع ظهور التجاعيد والبقع الداكنة. مثلا من أشهر هذه المنتجات موسين الحلزون، هذا منتج يحتوي على مخاط الحلزون، ولكنه مفيد لأنه يحتوي على الكولاجين وحمض الهيالورونيك أسيد والفيتامينات والأملاح المعدنية التي تزيد من تجديد الخلايا. أوضح لك أكثر هذا المنتج. هذه التركيبة لها قدرة على إنتاج الكولاجين والإيلاستين المسؤول عن مرونة الجلد، أيضا يحتوي على مضاد الالتهاب وبالتالي يخفف من تهيج البشرة. هل لديك الجرأة لتجربته أنا شخصيا؟ لا، ولكنه مفيد. الحلقة غريبة، الثقافة الكورية أساسا غريبة علينا. قبل أن نكمل أيها الطيب، هذه الحلقة برعاية شركة إيفست، هذه مهمة لكل شخص مهتم بالاقتصاد والتداول. هي شركة استثمارات وتداول عالمية تتميز بتقديم أسهم نسبة عمولة 0%، وهذا أمر لا تقدمه كل المنصات. تميز المنصة أيضا بسهولة الاستخدام والتداول، يمكنك أن تتداول في الأسهم والذهب وصناديق الاستثمار. بتسجيلك في الرابط أثناء ستحصل على حساب تجريبي بقيمة 25,000 دولار، يمكنك أن تتعلم من خلاله، و 15% بونص على الإيداع. وإذا لم يكن لديك خبرة عالية في هذا المجال، يمكنك طلب خطة استثمارية تتناسب مع ميزانيتك وخبرتك وأفكارك من خلال الروابط أثناء. قم بفتح حساب في المنصة وجرب، كل التوفيق لكم. نعود لموضوعنا. لو سألنا أي شاب هنا ما الفرق بين نقاء البشرة ونضارتها، لن يعرف. أنا أيضا لم أكن أعرف لحين قرأت عنها. نقاء البشرة بسبب ما ذكرنا سابقا، ولكن نضارتها لدى الكوريين تعود لاستخدامهم فيتامين سي بشكل منتظم. لو عرفنا أهمية فيتامين سي لاستخدمناها بشكل منتظم جدا. هذا الفيتامين له دور في العناية في البشرة من ناحية تقليل الشحوب، إزالة الجلد الميت، وبالتالي نضارتها. تجد الكوريين في كل منتج تجميل لديهم سواء سيروم أو مصل، تجد أن فيتامين سي في المقدمة، حتى أنهم يكثرون من الأطعمة التي تحتويه كالفلفل الأحمر والأصفر والأخضر، البروكلي الملفوف، أوراق اللفت والطماطم. أساسا تجد أن أغلب أكلهم من هذه المكونات، صحيح. أيضا المطبخ الكوري واحد من أكثر المطابخ الصحية في العالم، مثلا وجبة الكيميتشي غنية بمضادات الأكسدة، عندنا ما شاء الله الكبسة. طبعا أصناف الطعام العربي دسم ولذيذ ومفيد للشهية، حتى لو مضر بالبشرة فالمعدة أهم. اسمع هذا الحديث وكل ما تشاء ولن يصيبك ضر بإذن الله تعالى. قال صلى الله عليه وسلم: ثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. يعني ما يميز الوجبة الكورية أو الآسيوية بشكل عام، وبالتالي وفقا للحديث الشريف، عندنا
عندما تأكل لا يجب أن تملأ معدتك حتى الشبع، فثلث للطعام وثلث للشراب وثلث للنفس. وهذا ما يطبقه الكوريين في غذائهم باختلاف أنهم يركزون على فيتامين سي كثيرا في أكلهم وطعامهم. لاحظت أيضا في التمعن في الثقافة الكورية أنهم لا يرغبون في التعرض لأشعة الشمس إطلاقا، لا يريدون أن يصبحوا سمر اللون، فتجدهم دائما يستخدمون المظلات في الصيف والشتاء لتجنب أشعة الشمس الضارة. وهذا أيضا نقطة مهمة في نقطة العناية بالبشرة أو منظور العناية بالبشرة، لأن أضرار الشمس أو الأشعة فوق البنفسجية تؤذي جدا البشرة، ولكن نقطة أنهم لا يرغبون في أن يصبحوا سمر البشرة هذا من الجانب العنصري. وهذه النقطة فسرناها سابقا في هذا المقطع هنا. طبعا هم لا يكرهون الشمس ولكنهم لا يحبون التعرض لها دون أخذ احتياطاتهم. تجدهم دائما يحملون المظلات أو يرتدون القبعات ويضعون واقي الشمس باستمرار كل 3 ساعات تقريبا، حتى لو موجودين في المنزل دخول أشعة الشمس من النوافذ كفيلة بإجبارهم على وضع واقي الشمس في منازلهم. قد وجهنا الرسول صلى الله عليه وسلم لتجنب الخروج وقت الظهيرة عندما تكون أشعة الشمس قوية، فقال صلى الله عليه وسلم: قيلوا فإن الشياطين لا تقيل. إذا ملخص هذه النقطة: الوقاية من الشمس باستخدام منتجات الوقاية من الشمس. في تمعن أيضا وجدت أن الكوريين يطبقون مقولة الوقاية خير من العلاج حرفيا، فالاعتناء بصحتهم هي أولوية وليست رفاهية كما يفعل الأغلب في العرب، عندما يعني ما شاء الله لما يصير ينازع بروح على الطبيب مع الأسف. ولكن مع كل هذا كله يبقى دور الجينات مهم في نقاء البشرة لديه. هذه عروض يا صديقي، البشرة النقية الصافية تنتقل في جيناتهم من جيل إلى جيل، تحميهم من التجاعيد والترهل أكثر من غيرهم، تجعلهم يبدون أصغر من عمرهم الحقيقي إضافة إلى جين الشعر الكثيف. العيون لمعت لمتابعي الثقافة الكورية. أخبرك سر آخر من أسباب نقاء بشرتهم، إذا أردت أخذ سر من أسرار الكوريين عليك بالجينستينج. الجينستينج هو جزء كبير من الثقافة الكورية، وهو جذر لنبتة معمرة هذا شكلها، وهو أفضل علاج في كوريا، ويستهلك الكوريين كمية كبيرة جدا منه من أجل صحتهم وبشرتهم، وهو يحتوي على نسبة عالية جدا من الكولاجين المطلوب لبشرة خالية من العيوب، يحافظ على مرونة الجلد ويطيل عمر خلايا الجلد. ربما سمعتني أقول كولاجين أكثر من مرة، دعني أوضحه لك. الكولاجين هو نوع من البروتين المسؤول عن مرونة الجلد وإشراقه. إذا حدث نقص في الكولاجين تظهر علامات الشيخوخة على الشخص من تجاعيد وغيره. الرجل من كثر ما يهتم ببشرتهم تجد أن تخصص الجلدية والديرماتولوجي من أكثر التخصصات طلبا في كوريا الجنوبية والأكثر دخلا أو مردودا. سر آخر من أسرارهم أنهم يشربون الماء كثيرا. دائما في العناية بالبشرة تجد القاعدة الأساسية هي ترطيب البشرة، صحيح؟ الماء أساسا هو أساس الحياة. الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا من الماء كل شيء حي. غالبية الجسم من الماء، والجلد هو أكبر عضو في جسم الإنسان، لذا فهي بحاجة ماسة إلى الماء باستمرار. تجد الكوريين يشربون الكثير من الماء ويستخدمون منتجات ترطيب البشرة باستمرار. قرأت أيضا معلومة غير متأكد منها، أن الكوريين وشعوب جنوب شرق آسيا لا يصدر منهم رائحة عرق بسبب إكثارهم لشرب الماء. أسمع الكثيرين يقول أن جمالهم غير طبيعي وأن بشرتهم هي تجميل ومكياج، خاصة مع انتشار مقاطع كثيرة لفتيات قبل وبعد الميك أب مع تغير جذري. صدقا ذلك اليوم شاهدت يعني مقطع لشاب وضع مكياج فتحول شكله لفتاة بالمعنى الحرفي، أصبح الاسم ضبط المصنع لبعض الناس. صحيح، نعم جمال بشرتهم ليس طبيعي 100%. مثلا سوق مستعطرة التجميل الكورية من أفضل 10 أسواق في العالم، الأكثر تنوعا والأعلى جودة والأقل سعرا. حجم صادرات مواد التجميل في كوريا الجنوبية في عام 2020 بلغ 7 مليار دولار تقريبا. لكن تتخيل كم الهائل من الأموال المصروفة على التجميل فقط. طبعا لا يمكن التحدث عن كوريا دون ذكر عملية التجميل، حتى لا نخدع أنفسنا بالجمال الكوري، جزء كبير منه ليس طبيعيا بل هو تجميلي. لنكون واضحين، بلغت قيمة قطاع التجميل في كوريا عام 2020 10 مليار دولار، وأنفق الكوريين على عمليات التجميل حوالي 10 مليار دولار العام الماضي. فإجراء جراحة تجميلية في كوريا أمر طبيعي على خلاف باقي البلدان. أعتقد يكفي الآن حديث عن جمال البشرة الكورية، ألخص لك كل النقاط التي ذكرناها في الوصف أثناء. في النهاية شاركني برأيك في مكان التعليقات، وإذا أعجبك المقطع لا تنسى الإعجاب به، و دمتم في أمان الله. وهذا آخر يوم نكون به بهذا الاستديو مع الأسف.